بتيك توك تايم بدك تطلع بالكاميرا مع الفج طبعا جارو جبور الف تحيه له تحيه كثير كبيره له في عندك خمس بوسات يا لهوي بدك تعطيهم وبدك تقديهم يعني جربت تسربي معلومه قبل البريك انه في بوسات في كذا مع انه انا ماني كثير اكتف على التيك توك وهولن الشفاف يا اختي اوه نايس هلا بس هول منفخين باينين ما ما كثير اكتف تيك توك يعني مرات في اشياء بشوفهم بنصدم بس بتحبي على التطبيق في اشياء حلوه في كونتنت كرييترز وفي هذا بس في ناس ضروري نقبعه بسميهم مرتزقه عن جد لانه ذس از تو ماتش فعلا مرتزقه تو ماتش يعني بتقولي عم بيطلعوا يعني كثير على قصص ما لها طعمه كله كرمال يعملوا مصاري يعني هالقد تشيب صار صحيح طيب هالخمس بوسات بدك تقدميهم لخمس اشخاص معروفين public figures وكل بوسه يمكن تكون غير عن الثاني يعني بوسه يمكن على بالك تكون هيك بوسه صداقه يمكن بوسه انه ما بعرف اذا في اولاد عم تحضرنا بليز الكل عنهم طيب البوسات اكيد على هيدي على هيدي هلا المخرج جارو جبور من بدك تعطي له بوسه بابليك فيجر لا هو بابليك فيجر هو بابليك فيجر بس خلينا نستفيد بس جارو هون قريب يعني مش ضروري على تيك توك بس مع كل بوسه بدي اطلب منك ما يعني تقولي ما ترجعي تقولي وليش سريعا اوكي ما للفنان حاتم العراقي اللي بموت فيه انسان رائع جدا وهيك فنيا وبحياتي موجود وانا عن جد بعشقه كثير لانه راقي جدا ومن الفنانين اللي اشتغلت معهم اللي بحبهم كثير ثاني واحد في ملومه امه طويله هيدي لو معلومه من الفنانين اللي عندهم جنون اللي بحسه قريب منك بالافكار باللبس يعني شغلنا نحن وبلس يعني هو منه اسبانيش بس انه اغاني اسبانيه بحس انه فيني جن نعمل له شيء واو مين بعد عندي بدنا نوع لك البوسات بعد عندك ثلاث بوسات ما تكوني بخيلة لا ماني بخيلة بس عم شوف مين مين بيستحق انه ياخذ بوسات مني قليل كثير اللي بيستحقوا ياخذوا منك بوسات لا عم لان انا ما بوزع بوسات ايه ابدا طبعا ايه في ملك اسبانيا اللي هو هيدا بكل فخر لانه من الملوك اللي موجودين بالعالم شخصية وحضور وجمال وعنده هيك هيبة وانا كثير بحبه لانه اسبانيا اكيد بعد فيه اثنين حدا معروف عالميا مين بدي احط لك هلا او فيك لبنانيا لبنانيا او عربيا في هيفا هيفا وهبي على طريقه هيفا هيفا بحبها كثير انسانه قديش تعبت وقديش عملت وقديش برهنت انه بتمثل وبتغني وحضور لو شو ما عملوا شي از ا ليدي الخامسة مين بعد في عنا مين خارج بوسة عملت كيف عندك فنانة صار فنان يمكن فنان أو مخرج فنان مخرج أو ملحن أو كاتب في يحيى سعادة الله يرحمه في نعطي بوسة أكيد من القلب ليحيى سعادة ما بيجي مثله طبعا مخرج رائع مع انه ما كنا كثير نتلاقى بس كنت اعرف انه بيعشقني وانا كنت اعشقه من بعيد وكان في هيك شيء تلباتي وكيمستري بيننا الله يرحمه كان عنده اجمل الاعمال رائع. طبعا وطلع بقالب ثاني كل فنان غير كل الافكار بالدومين تبعنا في كرييتيف في قصص كرييتيف طيب خلينا نروح من فقره تيك توك تايم هالمره لاي فقره لا فقره كاتشاب رح نسألك أسئلة كتير سريعين هلا نستفيد من الوقت ورد سريع يا لهوي كنت بتفضلي تخلقي بغير بلد؟ لا أكيد لا لو صار معك الباسبور لا أنا خلقانة بكوتونو بأفريقيا يعني كتير مبسوطة لأنه من أجمل أيام حياتي كانوا يعني خلقانة بأفريقيا ومعك الباسبور درست بفرنسا أخذت باسبور في شي بلد بيسألوني بيقولوا لي أنا بنتهم مش بيقولوا بنتهم عرفت إيه ده أنا واو طب تندمي على خوضك تجربة التمثيل؟ لا أكيد لا أنا بعشق التمثيل وحتى لو إذا لازم أرجع بدي دور هيك دسم بقدر بيلبق لك أكيد برنامج بيلفتك على شي تشانل برنامج هلا أنا ما كتير بحضر قنوات لبنانية للأسف يعني عم ضل على تي إف إم وإم سيس
لانه تعودت على يعني احضر اشياء فرنسويه. دائما بتطلع على القصص الاجنبيه اكثر. بحب ايه لانه عندي خلص يعني بالباك جراوند العربيه ما صاروا بمستوى العالم الاجنبي. بلا في بس انه خلص يعني معوده. لا شعريا بيجي على البيت بحط تي اف ام بحط اشياء حلوه كبسه موجوده يلا ايه دغري من طيبة. اكثر شغله حبيتيها بفتره الزواج؟ اكثر شيء حبيتها بفتره الزواج اكثر شيء حبيتي كل شيء كل شيء حلو بفتره الزواج اذا بتحبوا بعض اكيد اكثر شيء يعني شيء يعني يمكن بيرجع بيطلع على بالك السفر اللي كنا نسافرهم انا وياه حلو هيك كانوا كثير بحب كان طيب في شيء فنان ما بتحب تشتغلي معه نويت تشتغلي معه ابدا الفنان اللي ما انه فنان يعني هول اللي عم بيطلعوا يقولوا عنهم فنانين منهم فنانين مش لعندي اكيد لا حلو منتبه امرأة معروفة بيلبق لها تكون بعالم السياسة تريسي شمعون اصلا هي بالسياسة بس انه بحبها كثير يتضوى عليها اكثر قصدك لانه انسانة رائعة اوصفي لنا عدوك بثلاث كلمات عدوي اللي ببوجين اللي بيطعن بتعطيه يعني بيبزق بالصحن وبيطعنك بالظهر كل هول يعني صاروا كتار اصلا اكثر من ولا اقرب مني صار عادي اسم فنانه بيلبق للعالميه غير هيفا وهبه بيلبق للعالميه بلبنان هلا عندك مريم فارس اوريدي يعني عالميا وصلت هيفا مين بعد بيلبق للعالميه نانسي عجرم نانسي عجرم اوكي كم ساعه بتنامي بالنهار بالليل بالنهار بالنهار ما بنام انا لا انه اعتبرنا نهار 24 ساعة 7 ساعات مينيموم 7 ساعات 7 8 ساعات ايه اوكي لما تعصبي شو الماكسيموم يلي بتعمليه؟ اها اذا حدا بوجهك انا بس عصب يعني قمة البرودة عندي بيقولوا لي انت ما في احساس ضلك باردة ما بتعملي رياكشن لانه انا اذا يعني ما تخاف الا من البحر من البحر الهادي عندي تو اكستريم ايه اذا بنقول هذا التعصيب ممكن اقتل ما عم بمزح يعني مرة أنا كب شاي سخن على حدا حرقته مسكين يعني شو نقدر انتبهوا يا جماعة تلتقوا بريد لا بتعصبوا زيح القهوة من قدام لا ضرب اثنين رجال بحياتي ضربتهم يعني ايه من قلب بس بيكون خارجهم بوقتها اكيد اكيد التبرير اللي بتعطوه لما تضربوا ليش لا خارجهم لازم يضربوا اذا غلطان معي في ناس هلا عم تحضرك بيقولوا انه لا لازم يكون في مشكل ونعصب نضرب يعني اذا حدا رجال غلطان مع امراه مفروض مش تضرب قلبتيها رجل امراه عم بحكي امراه رجل طب. لا امراه ولا مره ما لها مره حلشت الشعر بيقولوا مشكل نسوان ولا اساس بس نظره و نظره واو يعني بنقول ما تخاف الا من البحر الهادي رندا لاقدي تركيش امباسي ليه ما بعرف سبانيش امبسي فهمنا بس لا ما هي بنعرف انه في سبانيش ممكن يتصل تركيش يعني في مصيبه انا ما راح اقول شيء صار معك شيء مصيبه شي مره بي سرق التليفون سرق التليفون عرفت فيه مشكل كبير لرديته ما تقول لي كيف بنص تقسيم رجعته كيف لقيت ال كيف لقيت هيك قوى الامن كيف تعاطوا معهم هلا في منهم ما كثير ساعدونا ومنهم كانوا كثير معي وهن ساعدوني كثير ورجعت جبته عملتي واسطه؟ مش واسطه كان في حدا برا معروف ساعدني وفقت على المخفر وجبته بقوه برافو بس قال لي هيدي يعني مره بالمليار ما فيك تلاقي تليفون بس بدي اقول لك شغله برافو بس انه انت مثال لامراه هالقد قويه أنا هذا الحلو قعدت بالمخفر عندهم برافو قعدت احكي بالعربي وسب وقاموا ما في مشكل بدي تليفوني في كل شغلي عليه